السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلة النهاردة السمك المقلي، هنعمله بتتبيلة بسيطة ومكوناته في كل بيت، يا رب تجربوه يعجبكم. هنشوف مع بعض المقادير وهنقول بسم الله. معايا هنا سمك بلطي مغسول ومتنضف وصابح جميل ما شاء الله عليه. معايا فلفل اخضر حار او رومي زي ما انت عايزه، ومعايا ليمون ومعلقه ثوم كبيره ونص كوبايه خل ومعلقتين كبيره من هريسه الشطه، الفلفل الاحمر الحار ده. التوابل معايا كمون وكزبره وبابريكا وفلفل اسود وملح. هنحط الخل في الخلاط والهريسه بتاعت الشطه ومعلقه الثوم وكل التوابل. طبعا التوابل دي كتير عن السمك اللي احنا شفناه، بس انا هنعمل كمية اكبر من كده. وحطيت ليمون والفلفل الاخضر وهنضربهم في الخلاط. انا عايزة التتبيلة سايلة شوية، يعني مش عايزاها متماسكة، عايزاها سايلة شوية. حطيت هنا طمطومة هضربهم معاه برضو في الخلاط وهضربهم كويس مع بعض. وده شكل التتبيلة بعد ما بتخلص. وهنحشي السمك، هحشيه من جوه ومن بره. عايزة السمك يشرب التتبيلة كلها. وفي الفتحات اللي احنا فتحناها دي برضو هحشي فيها التتبيلة. ومعايا نص كوباية من الخل ومعلقة من التتبيلة، هضيفه مع السمك وهلفه بالبلاستيك راب وهسيبه بس ساعة. السمك ما بيحتاجش وقت عشان يقعد يتبل وبياخد الطعم بسرعة. الدقيق هنا معايا حوالي نص كيلو دقيق، هحط عليه معلقة ملح وفلفل اسود وبابريكا وهقلبهم مع بعض. هحط هنا السمك على الدقيق وهقلبه من كل جهة كده عشان ياخد الكمية اللي هو محتاجها من الدقيق، وهنفضه تنفيضة كده واحطه على طبق. وفي الوقت ده انا حاطه الزيت سخن على النار، الزيت هنا سخن بيغلي. هحط السمك واول ما تاخد لون على الجهة هقلب على الجهة التانية. اللون كده حلو قوي معايا، انا هطلعه. بصوا السمكة حلوة ازاي، ماسكة نفسها ومش شاربة زيت ولا اي حاجة. يا رب تجربوه يعجبكم. وبالهنا والشفا، انا رانيا كشك ودي قناتي. يا ريت تشتركي في القناة اللي لسه ما اشتركتيش، وتفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اي فيديو جديد انزله، وتعملي لايك لو الفيديو عجبك. مع السلامة.